Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Which of the following is included as a category of schizophrenia in ICD-10? Schizotypal, paranoid personality disorder, schizoaffective disorder, post-schizophrenic depression, or psychotic depression. دي الكاتيجوريز اوف سكيزوفرينيا في الاي سي دي 11 اند دي اس ام 5. اللي عايز يقراها يقراها وهي مهمه جدا. دي بقى الكاتيجوريز اوف سكيزوفرينيا في الاي سي دي 10: البارانويد سكيزوفرينيا والهيبفرينيك والكاتاتونيك والاندفرنشيتد والبوست سكيزوفرينيك ديبريشن والريزيديوال سكيزوفرينيا وسيمبل سكيزوفرينيا other schizophrenia وschizophrenia unspecified. فلو نظرنا نجد ان الاجابة هي البوست schizophrenic depression، هي الاجابة الصحيحة post schizophrenic depression. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ونتقابل في فيديوهات اخرى.